فنان وملحن اوبريت انت اقوى. من هو ملحن اوبريت انت اقوى؟ اتغنى في 2020 كان بيقوي الناس ضد كورونا علشان يعرفوا يستمروا في حياتهم، وغنى فيه مغنيين كبار يا رضا زي محمد منير وتامر حسني وائل جسار وكارول سماحة. مين اللي يعمل فكرة زي دي؟ ملحن شاطر جدا. مين؟ ياسر عبد الرحمن. طبعا ياسر عبد الرحمن ملحن شاطر جدا، ولكن إجابة خاطئة. في إجابة؟ أبنوب. طار الاسم يا أبنوب، طار الاسم. خسارة، إجابة خاطئة. هارد لك يا أبنوب. إسلام، كان عندك إجابة؟ تقول عمر خيرت. هو مش عمر خيرت، عمرو مصطفى. هو عمرو مصطفى. ايوه يا عبلة، عمرو مصطفى. لا حاولت تدوسي على طول، ما لحقتش والله اللف حتى. اسئله كانت ممكن تتجاوب.